ده أنا فعلاً تعبانة طال عمرك. يعني مريضة تقدر تقول. إذا مريضة أنا على أتم الاستعداد إني أوديها تعالج بأحسن المستشفيات وبأي مكان. كلمتيها؟ آه كلمتها، بس للأسف مش هتقدر تنزل. سوري قصة ناجي، بس القصة مش هقدر أتقابلك. واضح إنها ما تبي تقابلني ولا تكلمني. لا طال عمرك الموضوع مو كذي، بس مثل ما قلت لك دانا فعلا تعبانة. موضوع قصة هذا الاسم فيصل، ها؟ بلغي اختك، بلغيها ان اللي بيننا شغل عمل، والعمل فيه مواعيد، واذا مرتي باي ظرف ممكن تتصل فيني وانا اقدر، لكن ما ترد على مكالماتي ولا تقدر جيت البيت، لا هذا شيء غير مقبول. سماح زهرة، الشرطة اتصلوا فيني الحين ويقولون في أخبار جديدة عن فيصل. امشي زهرة علشان توصليني. دانا السيد ناجي موجود هني في البيت. بعدين أستاذة أنا ببيتك. أنا آسفة سامحني، بس الشرطة اتصلوا وقالوا لي إن في أخبار جديدة، لأن فيصل صار له أسبوعين مختفي ولازم الحين أنا أروح أشوفه. زهرة أنا ما فيني أعصاب أسوق، أنا بنزل أنطرج تحت. يلا علشان تروحين معي. يلا